حياكم من جديد. منتدى التنافسية الدولي في دورته التاسعة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، يقام المنتدى التنافسية الدولي في دورته التاسعة تحت عنوان تنافسية القطاعات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار. للمزيد مشاهدينا عن هذا المنتدى انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ إرم الهويش، أخصائية العلاقات الدولية في الهيئة العامة للاستثمار. حياك الله معنا. أهلا مساء الخير. يا هلا ومرحبا أستاذة، بلغينا حدثينا عن مشاركة المرأة في المنتدى التنافسي الدولي التاسع، وماذا عن ورش العمل؟ شكرا لك. أول شيء أنا أحب أشكر القناة الأولى على حرصها على تغطية المنتدى كل عام. إحنا طبعا متعودين على وجودكم معانا، وهذا شيء يسعدنا ويشرفنا. وشرف لنا بعد، تفضلي. تسلمين. طبعا مما لا شك فيه أنه المنتدى يعكس صورة جميلة للعالم، يعني أن المرأة السعودية هي فعلا قادرة بأن تكون شريكة في التنمية، وأن تكون جزء فعال من المجتمع، واقتصاد يطمح إلى أن يكون أكثر إنتاجية. طبعا بالنسبة لمشاركة المرأة في المنتدى، هذا يمكن النظر فيه من أكثر من جانب. يعني الحمد لله من بداية المنتدى احنا قاعدين نشوف مشاركة واسعة للمرأة، سواء كان ذلك في حضورها في المنتدى او من خلال مشاركتها. صحيح. طبعا نسبة الحضور هي 20%. هذه النسبة تعتبر عالية بالمقارنة بالمؤتمرات الاخرى اللي تقام في المملكة، ولكن احنا كمان نطمح انه هذه النسبة تزيد. من ناحية المشاركة في المنتدى، وصلنا تأكيد إلى اليوم بأن 7 متحدثات سعوديات راح يشاركون معنا. من أبرز هالأسماء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الدكتورة لمى سليمان، والسيدة هدى الغصن. ومن خارج المملكة عندنا رئيسة شركة بيبسيكو، رئيسة شركة لوكهيد مارتن، ورئيسة مركز التنافسية العالمي في الولايات المتحدة. طبعا هذه كلها أسماء بارزة عالميا، وبحكم أن المملكة كمان مركز الاقتصادي القوي، هم وافقوا أنهم يلبون الدعوة ويحضرون المنتدى ويشاركون فيه. الحمد لله. من ناحية تنظيمية، بما أننا اليوم نتحدث عن مشاركة المرأة، طبعا أنا نفسي سوى جزء صغير من فريق كبير يتمتع بروح التعاون وروح الفريق الواحد. وهنا اسمحي لي أن أحيي زميلاتي اللي شاركوا معنا وأبدعوا في العمل، زميلة مشاعل الغريري المسؤولة عن التسجيل، الزميلة حصة بغاشر المسؤولة عن الموقع الإلكتروني والتصاميم، والزميلة دنا المنصور المسؤولة عن التواصل الاجتماعي. طبعا هذه الأسماء ليست للحصر وإنما للذكر، فعمل بهذا الحجم يعني تعرفين قام على مدار 3 أيام متواصلة، وحضور يصل إلى 1500 شخص، يعني يحتاج إلى طاقم عمل كبير جدا ما شاء الله، سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها، وأكيد لا غنى عن المرأة في هذا المشروع. بالتأكيد ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيكم ألف عافية، يعني نوجه لكم تحية بعد، ولكن حدثينا عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى التنافسية، ماذا تحدثين عنه؟ تسلمي. طبعا بالنسبة للجلسات الرئيسية، الجلسات الرئيسية عندنا 11 جلسة رئيسية و12 ورشة عمل. ورش العمل تقام في وسط معرض استثمر في السعودية. بالنسبة للمواضيع، احنا دائما في تصميم البرنامج نحرص ان تكون متنوعة وجديدة وتناسب جميع الاهتمامات. طبعا كمان بالاخير نحرص انها تركز على كل ما يسهم في ايجاد اقتصاد تنافسي يتسم بالتنوع والنمو المستدام. من ابرز المواضيع التي ستطرح ان شاء الله الاسبوع القادم هي المشاريع الجديدة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، والتطورات العالمية في سوق الطاقة، وكل عامل يساهم في تنافسية المملكة. الله يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة، إلى من أودك توجهها من خلال حياتنا، ماذا تقولي؟ شكرا لك. طبعا أنا أوجه الدعوة لكل مشاهدين القناة الأولى وكل من سمع هاللقاء بأن يسجل في المنتدى ويحضر المنتدى عن طريق موقعنا الإلكتروني www.gcf.org.sa. شكرا لك. بإذن الله، وشكرا لك أيضا، أتمنى لكم كل التوفيق في هذا المنتدى. شكرا جزيلا لك، يعني حضرتكم نموذج مشرف للمرأة السعودية. الله يعطيكم ألف عافية. طبعا مشاهدينا، ومن منتدى التنافسية إلى تقرير عن التطريز على الأقمشة. يعتبر التطريز والرسم على الأقمشة من الأمور التي تعطي القماش
أو القماش جمال وتألق أكثر. ففي هذا التقرير مشاهدينا حنتعرف أكثر عن طريقة التطريز عليها طبعا بالتأكيد بألوانها المتعددة وأشكالها. فلنتابع سويا مشاهدينا هذا التقرير مع زميلنا نهد الآغر، ونرجع لكم مرة ثانية لمتابعة أو لتكملة حلقة اليوم.